تصرف لا رياضي في الديربية جر لاعبين من الوداد للمثول أمام لجنته التأديبية. أعرب زهير المترجي لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم عن غضبه الكبير في المباراة التي جمعت النادي الأحمر أمام الرجاء الرياضي برسم الجولة 14 من البطولة الوطنية. وخرج اللاعب الوداد غاضبا من دكة الاحتياط قبل نهاية المباراة بعدما لم يقحم المدرب التونسي فوزي البنزرتي. ويأتي ذلك احتجاجا على قرار فوزي البنزرتي الذي لم يقم بإشراكه طيلة دقائق المباراة. ومن جهة أخرى رفض هشام بوسفيان لاعب فريق الوداد الرياضي تغييره في المباراة التي جمعت النادي الأحمر أمام الرجاء. ورفض اللاعب الوداد تغييره في الجولة الثانية من المباراة، الشيء الذي أغضب التونسي فوزي البنزرتي. وأعرب المدرب النادي الأحمر عن غضبه الكبير بعدما رفض أبو سفيان تغييره في المباراة قبل أن يغادر المواجهة دون أن يجلس في دكة الاحتياط. وإثر هذا التصرف قرر المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم استدعاء هذين اللاعبين من الفريق بعدما قام بسلوك غير لائق خلال المباراة التي جمعتهم بالرجاء الرياضي.